السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم قناة بروسو. فيديو جديد بدأت القناة إن شاء الله النهاردة تكملة لدورة سي بلس بلس جي أي أبلكيشنز ويز فيجوال ستوديو. إن شاء الله النهاردة هنتكلم بس عن، مش هنتكلم عن تولز أو مش هنتكلم عن فيجوال ستوديو أو مش هنتكلم عن سي بلس بلس، هنتكلم بس عن إيه شوية مهارات لازم تتعامل بيها مع الكود بتاعك في السي بلس بلس جي أي، عشان الكود في سي بلس بلس جي أي بيختلف يعني قول 60% عن الكود سي بلس بلس عادي. لو انت بتستخدم مثلا ايه سي بلس بلس بالكود بلوكس بتاعك او اكليبس او حتى بالفيجوال ستوديو، في حاجات كتير هتختلف كتير قوي عشان تعرف نتعامل مع الفورمه بتاعتك. اول حاجه كده زي ما احنا شفنا كده في الاول خالص، بقى في اول فيديو خالص، ان ساعات بيجيب لك هنا اول ما تفتح الفورمه بتاعتك خطا، رساله خطا، انت مقرر عليك انت تقفلها وتفتحها تاني من الـ من السوليوشن ده، تفتح كده myform.h. دي اول حاجه. تاني حاجه يا جماعه، حد هيلاحظ هنا ان في حاجات كتير قوي احنا مش فاهمينها. يعني احنا مثلا ايه، احنا بنبدا نكود من عند المنطقه دي اللي هاش براجما، التكويد بتاعك او الكود بتاعك بيبدا من الحته دي، تبدا تعلى على متغيرات بقى، تبدا ان انت تعمل دوال براحتك كل الشغل ده. طب ايه اللي فوق ده؟ اللي فوق ده يا جماعه هي في مكتبات خاصه في الفيجوال ستوديو، دي اللي انت دي بقى اللي بترسم لك الادوات بقى. يعني انت مثلا ايه، اول انت ما تسحب داله من التولز بتاعتك وتحطها هنا، تلقائي الكود ده بيتغير في الفيجوال ستوديو، هو اللي بيغير الكود ده. يعني مثلا لو انت عايز تضيف حاجه يدويه، يعني يدوي انت اللي هتضيف، تستخدم هنا مثلا. يعني مثلا لو احنا جيت لنا كده هنقول سيستم ويندوز بوتوم، بيستدعي كائن في مكتبه في الويندوز سيستم ويندوز فورمز، في مكتبه اسمها البوتون، بيعمل منها البوتون 1، ده البوتون 1 اللي هو بتاع اللوجن بتاعنا، ماشي. بس احنا تلقائي احنا بنغير، يعني احنا ايه تحت كده في الخصائص بتاعته، فين الخصائص بتاعته اهي، نوسع كده شويه الخصائص بتاعته، احنا بنغير النيم بتاعته للوجن او البوتون 1، انت بتغيره بقى براحتك. بقى لما تغير البوتون 1 بنبدا بقى نديله الخصائص، بنديله بقى هنا بقى ايه الويندوز الفورمه اللي هيترسم عليها، اللوكيشن بتاعه، السايز بتاعه، التكست بتاعته، كل هنا هو اللي بيديهاله. بس طبعا فيجوال ستوديو هو اللي بيديهاله مش انت اللي بتديهاله. ممكن انت بقى تغير في الحاجه بتاعته براحتك جدا، بس انا ايه يفضل انت ما تقربش من الحتت دي قوي، يعني انت في الحاجات دي انت ما تقربش منها يفضل. يعني متفقين على كده؟ ماشي. يبقى احنا كده عرفنا ايه الحاجات دي بتاعت ايه. تاني حاجه معانا ازاي انا على طريقه الاعلان على المتغيرات. يعني مثلا عايز اعمل ايه، عايز اربط مثلا المتغيرات مثلا بين التولز بتاعتي، او متغير عام في الفورمه بتاعتي، هعمله ازاي؟ تيجي كده عند زي ما انا قلت لك بعد هاش براجما، هتكتب كده اي متغير بتاعك، مثلا هنكتب ايه انت مثلا اكس بتساوي صفر. الانت والتشار بقى والفلوت واللونج دي حاجات عاديه، بس تنهيها كده عشان ما يديناش خطا كده عادي. المشكله بقى هنا في السترنج، مش هنقدر يا جماعه، اللي احنا ما فيش هنا، يعني انسى خالص مكتبه الاي ستريم. زي ما انا قلت في اول دوره خالص ان احنا في حاجات هننساها خالص، هنحذفها كده من ذاكرتنا في السي بلس بلس. طب ازاي هعلن عن سترنج؟ في مكتبه عندنا في البتاع ده في فيجوال ستوديو اسمها سترنج، بس هي تختلف انها بكابيتال. بس قبل ما انت تعلن عن المتغير تحط قبليه كده العلامه دي سترنج، مثلا نقول كي كي مثلا، مثلا بتساوي مثلا مثلا كي 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 كده، ونقفل. دي طريقه الاعلان على المتغير سترنج. خلي بالك احنا في حاجات كتير هنستخدم العلامه دي، هي علامه تعتبر بدل البوينترز. يعني البوينترز انت كنت بتحط نجمه، لا في فيجوال ستوديو احنا بنحط العلامه دي. وكل اصلا كل الحاجات دي، يعني انت لو لاحظت هنا ايه، كل الليبلز او كل الحاجات الادوات اللي هو بيستدعيها بياخد منها كائن، هو بيعمل قبلها كده، لان دي حاجه في فيجوال ستوديو معرفش هي لازمتها ايه، بس والله هي كده، يعني عشان ايه احنا بنستخدمها كده فاحنا مجبرين ان احنا بنستخدمها كده. طب دي الاعلام متغير. تبدا انت بقى تستخدم المتغير بتاعك، مثلا تقول باسورد تكست بتساوي مثلا كي كي. مثلا لو انا هثبت لك عايز مثلا ايه تكتب كده انت مثلا ايه، خلي بالك هو بيقراها. مثلا لو كتبت كي كي كده هو ده المتغير بتاعنا. اوكي، لازم يكون نوع سترنج، لان هو سترنج. طب ماشي، ازاي هعمل بقى بتاع ده داله ليا؟ ازاي هنعمل داله ببساطه جدا، هنكتب void مثلا. الفويد لان الداله دي ما بترجعش حاجه، مثلا بوبو مثلا او بوب، نديها مثلا كده ايه ونديها خلاص، انت كده اعلنت عن الداله، وانت تقدر تستدعيها في اي وقت. مثلا نكتب ايه هنا، بوب الداله مستدعيها وزي الفل تمام، مفيش اي مشاكل. نقفل كده.
نيجي بقى لاخر حته في الفيديو بتاع النهارده. طب ازاي انا هقدر اعمل كلاس؟ الكلاس مشكلته بقى ان احنا مش هنقدر نعمله هنا في الكود، يعني الكود هنا بقى مش هنقدر نعمله لان هو هيديك اخطاء كتير ومش هنقدر نستخدم الكلاس هنا. طب هنعمل ايه؟ بيقول لك في خطا هنا تقريبا، عشان الكيك مش متعرف عليها، عزفنا الدال. تعالى كده نوسع كده على بعضنا شويه، تقريبا ده هو اللي مزن علينا ابن الجزمه ده. تعالى كده بعيد شويه. ازاي هعمل كلاس؟ هتيجي هنا عند اسم البروجكت بتاعتك او البروجكت بتاعك، هتعمل كليك يمين، بعد كده اد نيو ايتم، كده تروح على هيدر فايل. هنا هيدر فايل، هيدر مثلا خليها هيدر مثلا، بعد كده ايه اد اتضاف عندنا هنا في البتاع، اتضاف عندنا هنا. ماشي، هنا بقى تكتب الكلاسات بتاعك كل اللي انت عايزها، بس لازم تكتب ايه نيم سبيس، نيم سبيس ايوه، مثلا كوكو مثلا. بس لو هنكتب مثلا كلاس بيسك كلاس كده، تعال كده نروح على الكود بتاعنا، نطلع كده فوق خالص كده، نقول هنا ايه، نقول هنا هاش انكلود، نعمل انكلود للهيدر بتاعنا، نقول هنا هيدر هيدر دوت اتش، وجوه النيمز بتاعنا هنقول ايه يوزنج نيم سبيس سبيس كوكو. كده ننزل تحت مثلا، هناخد كائن مثلا من الكوك ده، نلاقي متعرف عليه مفيش اي مشاكل. هو الكلاس بتاعنا اسمه احمد تقريبا، ايوه احمد هو متعرف عليه. مثلا هناخد منها مثلا اي او اي او، مثلا اي او اي او دوت، عشان احنا ما عملناش عملناها برايفت، المفروض نخليها بابليك بابليك. سوري يا جماعه مش مركز، معلش. اي او اي او دوت او ماما واكس ماما، ولو مثلا نخليها مثلا ايه خلاص احنا كده خدنا كده، وكل ده متعرف الا لو احنا مثلا عملنا لوكال ويندوز ديبكر على كده يس.
هتعرف عليها كل حاجة. هو البرنامج بتاعنا شغال زي الفل تمام. بتاع بطيء فشخ عشان التصوير، عشان برنامج التصوير. بس هو كده خلاص كده شغال. احنا كده بس محتاجين ايه طبعا عشان انت تستخدم مثلا ايه، عشان مثلا تتعرف عندك السترينج والحاجات دي، انت محتاج طبعا ان انت تاخد المكتبات دي كلها يوزنج نيمز، بس تاخدها كده كلها كوبي تحطها في البتاعه بتاعتك في الهيدر بتاعتك فعلا عشان تقدر تستخدمها هناك. بس كده خلاص. معلش بس يا جماعه طولت عندكم في الفيديو ده النهارده، بس عشان كان في شويه اخطاء مش مركز بس النهارده. معلش نلقاكم في درس اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.